أخيرا توحدت القيادات المسيحية المارونية حول مشروع قانون الانتخاب الأمثل للمسيحيين، فتحت قبة الصرح البطريركي الماروني طالبت بطرح اللقاء الأرثوذكسي المشروط برأي شركاء في الوطن. تكليف لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي بدء التشاور مع المكونات الوطنية كافة انطلاقا من طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي يعتبره المجتمعون صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اليوم باجتماعنا الأكثرية توافقوا على أنه لازم نبلش من مشروع اللقاء الأرثوذكسي ونناقشه، لأنه يجدر توقف عنده مطولا. برجع بقول نحن حدودنا هي حدود الميثاق اللبناني والعيش المشترك والتفاهم بين كل اللبنانيين. طلع بالإجماع هذا القرار، لو عندنا شيء ما تعودنا أنه نقول إيه أو لا، نحن قلنا شو القرار بالإجماع؟ نبحثوا مع شركائنا بالوطن ونشوف مع شركائنا بالوطن، وعلى أساس كمان لازم يكون عندنا خيارات تانية. بعدنا نحن كلتنا متوافقين على طريقة معالجة الموضوع هيدا، مش بس لوحدنا، مع كمان المكونات الأخرى للوطن. الطرح الذي اتفق عليه شكل مفاجأة للصحفيين الذين بقوا وحتى لحظات الاجتماع الأخيرة في أجواء مناقضة لتلك التي صدرت عن المشاركين، حتى أن بعض النواب أكد قبل انتهاء الاجتماع عدم التوصل إلى أي نتيجة واحدة موحدة. ما صار في نتيجة ملموسة يعني مباشرة ليه برأيك؟ بعد في كتير مشاورات، يعني ما افتكر فيها نوصل ولا بجلسة ولا بجلستين. يعني ما حدا كان متوقع أساسا اليوم نحن نطلع بنتيجة نهائية حول قانون الانتخاب. الاجتماع لم يخلو من بعض السجلات، بحيث حصلت مشادة كلامية بين النائب بطرس حرب والنائب ميشيل عون الذي استطرد خلال مداخلته عن قانون الانتخاب ليتحدث عن الحريات والسرقات التي تحصل في خزنات تابعة للحكومة، غامزا من قناة الرئيس فؤاد السنيورة. فما كان من حرب الذي أخذ الكلام بعد عون إلا أن رد بالقول إن القضاء هو الذي يحكم بهذه الأمور ويحدد السارق من غير السارق. وهنا تدخل البطريرك الراعي ليقول فلنعد إلى موضوعنا الأساس. أنا عندي وجهة نظر لم تكن من وجهة نظر جنرال بموضوع ما، طبعا أعلنت وجهة نظري وبالآخر انتهى الاجتماع حبيا. يعني لا يعني الموضة اللي درجة تلع مؤخرا ما هون ما بتصير بالكلام. ما في زبابيت يعني. لا في زبابيت ولا في كراس. وكذلك شهدت الجلسة تمنيا من فرنجية على الحاضرين عدم تسريب أي معلومة للإعلاميين بعدما وردته رسالة SMS عن موقفه الحذر من طرح اللقاء الأرثوذكسي، إشارة إلى أن الدكتور جعجع كان آخر مغادري الصرح بعدما جمعته خلوة مع الراعي. وهكذا كانت الثالثة ثابتة، وعلى عكس كل التوقعات خرج اللقاء الماروني الموسع الثالث بموقف موحد، طرح اللقاء الأرثوذكسي هو الأمثل للمسيحيين، إلا أن هذا القرار يبقى رهنا بقرار الشركاء في الوطن كما ورد في البيان الختامي. من الصرح البطريركي في بكركي، جويس عقيقة، MTV.